اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بنهديها لكل اولادنا واطفالنا اللي في الامتحانات واللي بيذاكروا واللي محتاجين مجهود كويس. النهارده مع بعض بنشتري الناجتس من اي سوبر ماركت او المحلات اللي بتبيع الحاجات الجاهزه، بنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه زي الناجتس اللي تشيكن مثلا بتتعمل ازاي، لها تفاصيلها بسيطه وسهله ومكوناتها في متناول الجميع. اذا كان توست مع صدور فراخ هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونتلاشى المشاكل اللي ممكن تواجهنا، زي ما يكون فيها ميه مش مستويه من جوه، فيها دم، الحاجات اللي ممكن ولادنا ما يرضوش ياكلوها من الطريقه ديت. احنا هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. معانا الافوكادو النهارده اكله الرياضيين، ممكن يكون سعره غالي شويه، خلونا نعمله النهارده بطريقه مصريه. هو طبعا من المقبلات الأساسية في المطبخ المكسيكي. هنعمله ازاي؟ مع بصل مع خبز التورتيلا كده المقرمش، لطيف وجميل ويعتبر طبق مقبلات أساسي. التومية فيها أقاويل كتيرة، بتتعمل بالتوم والمايونيز ولا بتتعمل بالنشا؟ النهارده هنحسم القول فيها ونعملها بطريقه سهله وبسيطه هتعجب حضراتكم. معانا ساعه من الوقت ان شاء الله هنعمل كمان البوريك بالجبنه مع حبه البركه بطريقه سهله وبسيطه، وازاي نعمل عجينه البوريك جوه البيت ونحشيه جبنه موزاريلا، نحشيه جبنه قريش بتاعه الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من التلفزيون المصري. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وبالتاكيد الحلقه النهارده عشان ولادنا اللي بيذاكروا واللي بيمتحنوا، نتمنى لهم التوفيق كل نجاح إن شاء الله. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعوا تروحوا بعيد. جاهز لحضراتكم بعد الفاصل ومحلك سرك يا أبو الشيف. تعالوا مع بعض نشوف الأوفوكاتو أو مستر أوفوكاتو هنعمله مع بعض ازاي، مع البصل والخبز المقرمش او التورتيلا المقرمشه نعملها بطريقه لطيفه وازاي واولادنا بيحبوها. افوكاتو، معانا خبز مقرمش، معانا ثوم وبصل وطماطم. الصلصه المكسيكي يعني اللي عباره عن كزبره وطماطم دي لازم تكون معانا على طول في المطبخ المكسيكي، والاكله دي ما فيهاش فلفل ملون ولا حاجه. طيب نقطع في الافوكاتو يا شباب. حلو قوي، نفس الطريقه كده، وناخد البذره دي كده نفس الموضوع كده. لما نيجي نشتري الافوكاتو ده للساده المشاهدين، ده سعره غالي شويه وقيمته الغذائيه، وبتواجد دلوقتي متوفر يعني في اي محل بتاع خضار. هقول لك على نصيحه حلوه مهمه جدا. ايه هي دي؟ مطلوبة يعني، ما تشتريش اللي هي فيها علامات سودة على الجلدة من بره. بشيل اللحم بتاعه ده كده عشان ممكن اعمل حاجة لطيفة برزنتيشن، يعني بعد ما اعمل السلطة دي احشيها في قلب الكفر ده كده. ممكن اذا انت عايزة تعملي شكل جمالي. حلو، نفس الموضوع. دي مستوي قوي على فكرة. هقول لك على حاجه حلوه، لو انت شارياه مش مستوي جامد ما تحطوش في التلاجة، ده بيتباع عند بتوع الخضار بتلاقيها قاسية شويه، مش لازم تروح على البيت تحطيه في التلاجة، خليه بره التلاجة. ده عند بتوع الخضار مش حاطينه في التلاجة، بره التلاجة خالص في مكان فيه تهويه، مش مكان مكتوم ولا حاجه، وتخليه بعد يومين اتنين تلاته هتلاقيها استوت وزي الفل. بس ما تبيش رايحه جايه تحسسها عليها كده وتدوس عليها بايدك او الولاد يدوس عليه عشان ما يسودش، خليها تستوي براحتها. ده بالنسبه للأوفوكاتو. انا خدت اللحم كده بالمعلقه عشان هضيف له دلوقتي بصل اخضر، كزبره خضراء، طماطم، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون. على فكره ده ممكن نستخدمه كعصير عشان ده محتار ما بين ان هو يكون فاكهه وما بين ان هو يكون مقبلات في السلطه، بنستخدمه في اي حاجه. عايزاه فاكهه هتضربيه مع موز بلبن، شويه لوز كده، هيبقى طبعا كوبايه عصير قيمتها الغذائيه عاليه جدا. شايفين الكفرات دي؟ ممكن نستخدمها دلوقتي مع بعض، ولازم تستخدمي سكينه صغيره وانت بتتعاملي معاها علشان تتحكمي فيها كويس. هنجيب سكينه بقى ونقطع الايه مع بعض بصل اخضر اهوت،
اللهم صل على النبي. ناخد البصل ده كده نقطع بالشكل ده كده. الحاجات دي البصل الاخضر بيبقى فيها طبعا شخصيته زهره. قطع ناعم صغير كده. السلطه دي على فكره مشهوره جدا في المطبخ المكسيكي، ولكن لما نعملها بالبصل الاخضر بتاعنا المصري ده كده طبعا دي بقى موضوع تاني، قصه تانيه. ناخد البصل ده كده وينزل على الافوكادو. كله بيسال الافوكادو نستخدمه في ايه؟ احنا بنستسهل ونضربه في قلب الخلاط مع عصير، ما عندناش مشكله. ناخد ورقتين ريحان اخضر حلوين كده نفرفهم مع البصل عشان ريحه البصل في بقنا، او زعتر مفيش مشكله. خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لمستر افوكادو بطريقه جديده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف مع مستر افوكادو بطريقه جديده. ايه اللي انت عملته في الفاصل يا عم الشيف؟ حطيت الافوكادو طبعا مع البصل الاخضر مع طماطم متقطعه كوكاسيه كده صغيره، بتشيلي قلب الطماطميه عشان ما تنزلش صلصه. في صلصه الافوكادو دي مهمه جدا لها تفاصيلها، لازم نشيل قلب الطماطميه ونقطع اللحم بتاع الطماطميه علشان انا مش عايز صوص كتير، مع شويه كزبره خضراء مع معلقه خل صغيره. حلو الكلام. بصلايه مفرومه ناعمه كمان، فص ثوم حلو كده زي الفل، ومعانا كمان عصير ليمون وزيت زيتون. السلطه دي مهمه جدا وقويه جدا ولها القيمه الغذائيه العاليه جدا. بس لما نيجي نقدمها لازم نقدمها بالشكل اللي يناسبها. يعني ما عندكيش خبز التورتيلا ده كده او المقرمش ده كده، ده بيتباع طبعا وبنحمره في قلب الزيت او منه بيجي جاهز زي الفل. تعملي حاجه تانية. ايه هي يا عم الشيف؟ بتجيبي العيش ده كده معانا هنا اهو الحمد لله. التفاصيل دي لازم اقولها علشان ما تقفيش في المطبخ تقولي دي مش موجوده انا هعملها ازاي. في عيش شام صغير كده بيتباع في السوبر ماركت، بتجيبيه تقطعيه مثلثات، بعد ما تقطعيه مثلثات بتحمريه في الزيت او انك انت بتحمريه في الفرن، بيبقى لطيف وجميل على فكره. اهو شايف الافوكادو اهو في قلب الصلصه بتاعتي اهو زي الفل. عشان الافوكادو ده مستوي طبعا انا مش عايز ان انا اهرسه جامد، انا عايز شخصيته تبقى باينه في السلطه كده. وزي ما قلت لحضراتكم لو اشتريتيه ناشف خليه في قلب المطبخ او في الصالون بره مفيش اي مشكله. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ نغرفها مع بعض كده بطريقتي الخاصه. يعني انا مش هقول لحضرتك ان هو مش ممكن ولا غلط ولا حاجه، عادي هتبقى زي الفل، بس مش تبقى ناجتس بقى واخد بالك، هتبقى يعني نقول ايه كفته الفراخ بالشوفان، اصابع الدجاج بالشوفان. الناجتس معروف لها شكل، عشان لما كده انا بقول للولاد لما نعمل حاجه نعملها بنفس الشكل اللي هم متعودين يشوفوها بره بنفس الشكل، علشان يعرفوا ان هم بياكلوا الحاجه دي من ايد مامتهم ولكن هي اللي عاملاها. شايف السلطه الحلوه دي كده ست الكل، ولكن نحط شوفان مفيش مشكله، مش هتقول لا. شفت السلطه الحلوه دي؟ بطريقه جديده جبنا 3 حبات افوكادو، ممكن سعرهم عامل 15 جنيه 20 جنيه 30 جنيه ايا كان السعر، بس لما تستفيدي بيها كده وتقدميها بالشكل ده كده، سلطه فيها كل العناصر الغذائيه، فيها البصل الاخضر ده مفيد جدا باور للدم في كل اجزاء الجسم وتنشيط الدوره الدمويه، البصل الاخضر، ثوم مش محتاجين نتكلم عنه ده صديق المطبخ، عصير ليمون، زيت زيتون، كل ده مع بعض يا عم الشيف. ولكن لازم اغرفها بالشكل الحلو ده كده اهو. شفت الشكل ده حلو؟ ايه رايك في الشكل ده؟ لوحه فنيه. نخش على التوميه، كله عايز يشوف التوميه بتتعمل ازاي من ايد الشيف المغازل. عينيا حاضر. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه قدرنا ان احنا نجاوب على سؤال مهم جدا، وخاصه التوميه صديقه المطبخ الشامي. عملنا الناجتس فراخ النهارده والتشيكن ناجتس المسمى بتاعها بطريقه جديده وسهله وباشكال مختلفه.
عملنا سلطة لطيفة وجميلة وطبق مقبلات في المطبخ المكسيكي بندرب له تعظيم سلام، عملناه بطريقة مصرية سهلة وبسيطة. تقدري تتحكمي في الفليفر اللي انت عايزاه. رؤية فن إبداع. بنشوف دايما الشيف المغازي متألق على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.